من سنة تقريبا بلشنا نشتغل بخطة جديدة فينا نقول تبلورت هلا ومنشوف نتائجها بالمعرض. زدنا بعض المواضيع اللي ما كانت موجودة، صار في عنا محاضرات وحلقات بحث نظرية بتعرفنا عن أهم الفنانين السوريين والعرب والعالميين، بالإضافة إلى موضوع التقنيات وموضوع الخامات والمواد. الهدف الأساسي ورسالة المركز هي تقديم كل الدعم للفنانين الهواة. نحن يدخل الطالب عنده بذور بالخط العربي، مبادئ بسيطة ممكن نحن نصقلها وننميها حتى يتمكن من إتقان الحرف بقواعده وملازم الحروف بالتنقيط، وبنفس الوقت نعطي بالمرحلة الأولى رقعي وبالمرحلة الثانية ديواني وبالمرحلة الثالثة عم نعطي الكوفي المصحفي. أنا من خريجين وليد عزات للخط العربي. بهي الدورة كانت كتير مميزة، هي الدورة عن غير دورات أنه أدخلنا فيها أنواع خط جديدة. في عنا الخط الكوفي المصحفي، هذا الخط العربي اللي عمره أكثر من 1400 سنة، هو أساس كتابة القرآن الكريم. بنفس الوقت أدخلنا بهي الدورة حروفيات بفن تشكيلي مختلفة عن دورات السابقة، ما كانت لوحاتنا بس كلاسيكية مثل باقي الدورات، وإنما أنا وزملائي أدخلنا عملين بفن تشكيلي بحروفيات بالشيء اللي عم نشوفه هلأ بالمعرض. طبعاً نحت عبارة رسالة، في نعتبرها رسالة بصرية ما بين النحات والمتلقي، يعني هو في يعبر عن كثير شغلات ضمن المنحوتة تبعه، وكل إنسان سبحان الله يعني بيشوفها بطريقته ومزاويته الخاصة فيه. يعني شو اخترت مشروع التخرج؟ قدمت أنا 6 أعمال، فيها نحت كلاسيكي وفي تجريدي وفي تكعيبي. صار لي 2.5 سنين بالمعهد أحمد وليد عزات بقسم الخزف. كتير أنا بالنسبة إلي كان الشغل بالطين كتير عطاني طاقة، لأنه هو أصل كان ينسيني حياتي كلها، لأنه الشغل بالفخار أوريدي بيسحب منك الطاقة السلبية وبيخليك أقرب للأرض، أقرب للحياة بشكل عام. اخترت البورتري لأنه كتير بتعني لي الوجوه والتعابير اللي فيها، وأكتر شيء وجوه النساء، يعني بحس فيها كتير تعابير حلوة، وبحب التفاصيل بالقمايش وبالألوان.